السلام عليكم الناس ديال لاشين فريكونس، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هذه اون نوفيل فيديو جات على غفله هذه عاوتاني. ما كنتش باغي نهضر حيتاش نورمالمون تتاكد من شي حوايج عاد دويت. المهم لا فيديو ديالنا اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي دابا دار اشاعه ودار بوم ودار واحد البلبله في المغرب، واحد الخبر اللي زاد بحال اللي نقدروا نقولوا كان ياكد. حنا غنهضروا عليه اليوم وغادي نعطي فيه انا شي حوايج اللي نقدر نقول انهم حقائق اللي غياخذوهم الناس بعين الاعتبار. الخبر هو اللي تعلن البارح من جهتين، جوج الجهات، لانه هذا الخبر البارح هو ديال وفاه جلاله الملك محمد السادس. هذا الخبر هذا علنوا جوج جهات، جبهه البوليزاريو وعلناته صحيفه اسبانيه. هذه الصحيفه الاسبانيه ملي رجعت وقلبت في المصادر ديالها وقلبت في الناس اللي مسيرينها لقيتهم انهم ناس يؤيدون قضيه البوليزاريو. وبطبيعه الحال حنا كنعرفوا البوليزاريو شكون هي اللي غتعطي هذا الخبر. الوغ انا ما غاديش ننفي الخبر وما غاديش ناكده حيتاش مازال ما عندناش معلومات حقيقيه او معلومات صادقه ذات مصدر موثوق اللي غنقدروا ناخذوا منها الخبر واش صحيح او لا كاذب. ثاني حاجه، هذوك الناس اللي كيديروا لي فيديو في يوتيوب اللي كيكتبوا المقالات على هذا الخبر هذا، بغيت غير نقول لهم اخوتي نتوما اللي كديروا هذا الشيء راه كتنوضوا غير البلبله والفتنه في البلاد. يعني انت كيوتيوبر باغي دير الفلوس وي، ولكن ماشي تكتب حقيقه وفاه الملك محمد السادس وتدخل وتبقى تقول خبر منفي ولا خبر مؤكد وهو مازال ما عندنا حتى شي معلومه تفيد انه واش منفي ولا مؤكد. ثالث حاجه، بغيت غير نقول للشعب المغربي باللي راه الخبر مازال ما عندناش خبر موثوق، مازال ما كايناش وثيقه او لا بيان وزاري او لا بيان من الديوان الملكي او لا قرار من الديوان الملكي بان الملك توفى. دونك هذا هو اللي خصو يكون نهار يخرج هذا البيان نتاكدوا، ولكن باش نوضوا نديروا بالباله لا. خرج مقال اخر كيقول بان الملك كي هو والهمه في باريس وعطاو بعض الصور، نقدروا نقولوا انهم بصح، ولكن ك باش ناكدوا داك الشيء 100% نو. الوغ اللي غنطلب من اليوتيوبر المغاربه واللي غنطلب من الشعب المغربي واللي غنطلب من الاعلاميين المغاربه بحكم انني اعلامي حتى انا وصحفي، اللي غنطلب منهم ما تبقاو تلوحوا الحاجه حتى تاكدوا. ويلا كنتو دايرين هادشي باش ديروا الفلوس راه غتخرجوا على شعب، راه غتنوضوا الفتنه وغتنوضوا البلبله في بلاد. الوغ الا كنتو باغيين توصلوا خبر وتاكدوه لماليه وصلوه موثوق من مصدر موثوق. لذلك انا غنبشر الشعب المغربي باللي هادشي هذا راه ما منوش، هادشي مازال ما عندناش خبر، مازال ما عندناش مصدر، مازال ما عندناش وثيقه تثبت ما يروج، ولحد الان فهو غير شائعه، مازال حتى شي جهه منفاته وحتى شي جهه ماكدته. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى من كاع الناس اللي سمعوا وشافوا هاد لا فيديو يبارطاجيوها باش يعرفوا الحقيقه ديال ما يروج في هذا الخبر هذا. وشكرا لكم.